مرحبا بكم من هذه القرية الصغيرة جدا إلى جانب ميونخ في ألمانيا. جئت إلى هنا للتعرف على مشروع يقوم من خلاله العلماء ببناء طريقة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من حركة مياه الأنهار. التركيز هو الحفاظ على الأسماك والحياة الفطرية في هذه الأنهار دون الإضرار بتكلفة بناء هذه الأجهزة. سنتعرف عليها معا، وقد أنزل أيضا في المياه للتعرف على كيفية دراسة الطبيعة الفطرية فيها. أخبرنا عن المشروع الذي تقومون من خلاله بتوليد الطاقة من المياه مع مراعاة بعض المعايير البيئية والاجتماعية. أعتقد أن توليد الطاقة من حركة المياه لديها تقاليد قديمة. لقد كان التركيز لفترة طويلة على فعالية توليد الطاقة والتكلفة الاقتصادية، ولكن أصبح من الواجب الآن مراعاة الجوانب الاجتماعية. وقد قمت أنا كمهندس بالتعاون مع عدة أشخاص بابتكار مفهوم جديد لا يؤذي الأسماك. إنه يختلف عن كافة المفاهيم السابقة، ففيه نستخدم منفذا لمرور الأسماك دون المرور بمولد الطاقة، ما يقلل عدد الأسماك التي تقتل، وهو أمر مهم للمشاريع المستقبلية في الأنهار في دول في آسيا وأفريقيا. ما هي الأجزاء أو الابتكارات التقنية التي مكنتكم من تحقيق هذا الهدف؟ الفكرة الأساسية هي أن السمك لم يكن قادراً على السير من نهاية النهر باتجاه المنبع دون المرور بمراوح مولد الكهرباء. إنها المرة الأولى التي يمكن لها أن تقوم بذلك عبر ممر مستقل، وهي قادرة على العثور على هذا الممر. هي المرة الأولى التي نغير فيها طريقة تفكيرنا في شكل محطة الطاقة المائية. لماذا نحتاج مشروع مثل هذا؟ إن التوقعات هي أن إنتاج الطاقة الكهربائية من المياه سيزيد 3 أضعاف في الدول النامية خلال السنوات 15 المقبلة. تشتمل المواقع التي سيقام فيها مثل هذه المشاريع على حياة فطرية غنية. إن الطاقة المائية فعالة، ومن المهم منع الآثار السلبية لهذه المشاريع والحيلولة دون تدمير الحياة الفطرية. إذن سأقوم بدخول هذا النهر المحلي هنا مع مجموعة من الباحثين، حيث يقوم علماء الأحياء بدراسة التنوع البيئي في هذه المساحة، والتي يرغبون في المحافظة عليها حتى بعد تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة من حركة مياه الأنهار. سنذهب إلى داخل هذا النهر ونتعرف على التفاصيل التي يقومون من خلالها بدراسة طبيعة الحياة الفطرية فيه. سننظر في الكائنات الحية هنا. هناك العديد من الحلول المبتكرة في السوق تحتاج للتقييم من الناحية الهندسية والمالية، ونحن نضيف هنا النظر في الأثر البيئي للمشروع. أحد الأمور هو الضرر المباشر الذي تتعرض له الأسماك التي تريد أن تتحرك في النهر. تحوي مشاريع توليد الطاقة من المياه حاجزاً يعيق حركة الأسماك، وهذه هي المشكلة. نحن ندرس كيف تتعرقل حركة الأسماك والضرر الذي تتعرض له، وأيضا النظر في طبيعة الحياة الفطرية في جانبي محطة توليد الطاقة المائية. إذن أخبرنا عن الخطوات التي سيقوم بها الفريق هنا، ما الذي سيقومون به؟ سنستخدم طريقة لتجميع عينات من قعر النهر لمعرفة أنواع الأحياء العضوية التي تعيش في أرضية النهر. نستخدم هذا الجهاز لتحديد منطقة من أرضية النهر، ويقوم يوسف هنا بتحريك الحجارة الرابضة في أرضية النهر، فيما يؤدي التيار إلى حمل كافة الحيوانات إلى داخل سلة مثبتة في نهاية هذا الصندوق، وبذلك سنحصل على عينة لدراسة الحياة العضوية التي تعيش في هذا النهر. ما هي المؤشرات على حيوية هذا المكان؟ وما هي الأشياء التي تحافظون عليها كضرورة لبقاء هذه الحياة الفطرية؟
نحن ندرس الحياة الفطرية على كافة المستويات، ندرس العضويات الصغيرة التي تستقر تحت الحجارة والنباتات والأحياء الدقيقة مثل الحشرات والدود وصولا إلى الأسماك. كل نوع من هذه الأنواع يتطلب أسلوبا خاصا للدراسة، وهو ما نقوم به هنا. نرى هنا العديد من الأحياء الدقيقة المهمة للبيئة، لأنها تقوم بوظيفة تحفز حياة النباتات في قعر النهر، هي أيضا مصدر لطعام السمك. إذا تغيرت بيئة النهر فإن هذا يؤثر على حياة هذه الأحياء، ما يؤثر على حياة مستويات أكبر من الحياة في هذا النهر. ما هو معدل قيامكم بمثل هذه الإجراءات؟ نحاول تحقيق هذا الأمر عبر عدة طرق. إن وجود محطة لتوليد الطاقة يؤثر في حركة مياه النهر. نحاول فهم كيف يمكن أن نجعل تدفق المياه بعد محطة الطاقة الكهربائية مناسب لاحتياجات الأحياء الدقيقة في النهر. مثلا تحتاج الأسماك مستوى معين من حركة المياه للوصول إلى مناطق محددة. هل يمكن أن تمسك بهذا؟ جاهز؟ هي 200 درجة تحت الصفر، هي باردة جدا. نقوم بتجميد منطقة في قعر النهر لأخذ عينة منها للنظر في تفاصيل تركيبتها وملمسها، لأن محطة لتوليد الطاقة تؤثر على حركة المياه، وهذا يؤثر على توزع التربة بعد محطة الطاقة المائية. عادة ما نحصل على بيئة غير مفيدة للحياة العضوية. ما نقوم به هو تجميد لقسم من الأرضية لأخذ عينة ودراسة تركيبتها. سنقوم بوضع كمية إضافية. عادة نأخذ عدة عينات من أعماق مختلفة وندرس طبيعة التركيبة الحيوية والصخرية. نأخذ هذه العينة للمختبر لدراستها. إذن هذا المشروع يقوم من خلاله العلماء بتطوير تقنية جديدة تحافظ على البيئة الموجودة في الأنهار، الأسماك وأيضا مختلف الأحياء. يقوم العلماء هنا أيضا بدراسة واقع الحياة الفطرية في الأنهار ومحاولة جلب أفكار جديدة لتطويرها وتحسينها في المستقبل.